الخسارة الكبرى مع مرور الوقت هو ما هو ممكن تحصيله اليوم من ضمن تطبيق القرارات الدولية قد يصبح أصعب في المستقبل، وشروطه أصعب على لبنان ككل وعلى حزب الله وبيئته تحديدا كلما طال الزمن. سأعود إلى موضوع القرارات الدولية، ولكن حضرتك تتحدث عن كل هذه الخسائر بوقت أنه أمين عام حزب الله الجديد بالأمس تحدث عن انتصارات، كيف تنظر إلى كلمته؟ لا، هذا ليس جديدا، يعني في كل الخسائر التي يتكبدها حزب الله ولبنان جراء يعني حروبه التي يشنها طبعا من دون الرجوع إلى الشرعية اللبنانية والدولة اللبنانية والشعب اللبناني، دائما هناك طريقة لتظهيرها وكأنها انتصارات طبعا أمام جمهوره. لكن ما هو الانتصار عندما يكون الحجر مدمر والبشر مهجر والاقتصاد مفكك والدولة على شفير الانهيار والمؤسسات منهارة ومتوقفة ولا مقومات لدعم أي عمل عسكري أو حرب من الأراضي اللبنانية ولا تحضير، فالمدنيون يقتلون ويهجرون؟ لذلك يعني ما هي معايير الانتصار؟ إنها تتحول وتتغير بحسب الحاجة التي يفرضها حزب الله، لكن لا تنطبق هذه المعايير بأي دولة طبيعية.